ما هو سبب الترشح للانتخابات البرلمانية؟ طبعا من أهم الأسباب اللي دعتني إلى الترشح مرة أخرى للانتخابات البرلمانية هو المشاركة الوطنية الفاعلة في خدمة البلد والمواطنين، وتقديم ما يمكن تقديمه من خلال المجلس التشريعي. هل تترشح مستقلا أم تمثل إحدى الجمعيات السياسية؟ طبعا خالد المالود يمثل كتلة الأصالة تابع لجمعية الأصالة الإسلامية. ما هي أولوياتك التي تعتزم طرحها في البرنامج الانتخابي؟ من أهم الأولويات التي سوف نقوم بطرحها في البرنامج الانتخابي ما يتعلق بتحسين المعيشة، وعلى رأسها طبعا إيجاد خطة استراتيجية لحل مشكلة الإسكان، وكذلك إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين فيما يتعلق برفع سلم الرواتب من جهة، وتحسين المعيشة من خلال دعم بعض السلع ودعم بعض الأمور التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية. ما الذي يميزك كمرشح عن بقية المترشحين المنافسين؟ طبعا كل مرشح له ميزة يختص فيها، إلا أنني أعتقد أن العمل على أرض الواقع وتحقيق المنجزات التي يراها الناس والاستمرار في العطاء وتقديم ما يمكن تقديمه من خلال المجلس التشريعي أو من خلال التواصل مع أهالي المنطقة هو ما يميز خالد المالود. كيف يمكن معالجة الأزمة الإسكانية؟ يتم حل معالجة الإسكان من خلال وضع استراتيجية شاملة لجميع محافظات البحرين، وكذلك عن طريق زيادة الدعم المادي لهذه الوحدات واستغلال المارشال الخليجي أو الدعم الخليجي لخدمة مشروع الإسكان في جميع المحافظات. ما هي رؤيتك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في البحرين؟ رفع المستوى المعيشي من أهم الأولويات التي سوف نقوم بطرحها ضمن البرنامج الانتخابي، وسوف نسعى لتحقيقها بإذن الله تعالى من خلال المجلس التشريعي، وهي مرتبطة وتتصل برفع سلم الرواتب الوظيفي ودعم ما يمكن دعمه من المواد الاستهلاكية، ومباشرة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة إسكانية، وكذلك من خلال توفير فرص العمل للعاطلين وتعديل سلم وهياكل الموظفين.